السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بصحة جيدة. سوف نبدأ اليوم بأخذ موضوع جديد يتعلق بالمواضيع السابقة، بموضوع الشجرة ونحن والبيئة، الموضوع المحافظة على البيئة. سوف نتكلم عنه بطريقة مختصرة. المحافظة على البيئة، ما معنى هذا الموضوع؟ كيف نحافظ على البيئة؟ ما معنى؟ يعني أم تشاوا تشافيما الجنجهديب تشاوا تشافيما ديليبيتن نهيلين تشتي خراب ليبيتن دائما أم تشتي جان الجنجهي مثلا تشيبكي كخب دنامي هكر المال در كبنش غرفاكي وقلوبا ذكري بيتن دي هيلنا ذكري آن دي جرن هكر بيلنا ذكري خرابة دي كهرباء شيتن بشتينجي آن وقت در كبنش غرفي آن شمال در كبن رأسا دي شكن دي قلوبا خو جرن هكر تشتك خراب بيت المال دي شكن دي كبابتن قو دي شكن سلاجك خراب بيتن آن مجمدك آن تلفزيون دي وقت شكت بابتا غير دي بتا مصلحي إذن أم لازم تشتيخو دائما يي باقش بيتن ويي باش بيتن دا دس بيب كاين بموضوعي. يلا انظروا إلى الصور جيدا، تأملوا بها ماذا تلاحظون ماذا تشاهدون. يلا انظروا إلى الصورة الأولى، ماذا تشاهدون ماذا تلاحظون؟ أفصل الأجهزة الكهربائية. شو معناوي؟ دائما أمد فيل بوين المال دابين شاحنة هرا هل يا هلا بلاكاوي شو جهازك منافيتن استعمالناك بس بلاكاوي أفكية شو تبيتن نا نابيتن أفا خرابة خدينا كتروجة كشروجة دابو ما صوتنك شو بيتن كهرباء ما دي بترصرف بيتن أم لازم اقتصاد بكين بهامي تشتي حتى هامي تشمها بيتن. إذن الصورة الأولى تتكلم عن أفصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي. دائما أم دي بلاكي جرين في حال عدم استخدامه واختي أم بكار نائدا. انتقلوا إلى الصورة الثانية. يلا أطفئ الأنوار. شو معنى أطفئ الأنوار؟ أم دي قلوبا جرين عندما لا أحتاج إليها هكر من تشو البينينة أم دي رابين قلوبة خو جرين. الصورة الثالثة، أحذر عند استعمال المنظفات الكيميائية. أحذر عند استعمال المنظفات الكيميائية. أحذر عند استعمال المنظفات الكيميائية أقلل منها ما أمكن. شو معناوي؟ معناوي أم لازم قالك بكار نائن أنت اشتيت كيميائي اشتي أبت مثلا قاصرة فلاشة أبا خرابة بيشكل دي استعمال كان هكذا أم قلق استعمال كان دي قلق بما خراب وصحة دامة. أستعمل آلة حاسبة تعمل على الطاقة الشمسية. أفحاسبة أو أسر كهرباء استعمالنا كان بو هكذا استعمال كان دي كهرباء شد بس دي رام أو كيش بكار إينم أو أسر طاقة شمسية شركة. نأتي إلى الصورة الخامسة، أستعمل جهتي الورقة للكتابة. قالك هين طالبت ما أو ورقة دفتري دي في رخيني في سن رخي دي هيل نابتن أبا شت بجني تبذير خو خو ديو بيغمبر جي حاش تبذيري ناكت يقولي أم لازم تشب كين اقتصاد أم لازم ما هاش هم بتشتت خوب كين. إذن أستعمل جهتي الورقة للكتابة وجا أمجي لازم وبكين هر ورقة كي في رخي ورخي دي أم بمبسين فأخفف من استهلاك الورق هكذا أمكار إنها الدرخة. إذن أم قالك استعمال ناكي أم دهر بما نيمينيتن وورق ديش كيفة تشيبيتن أفكار غذاش كيفة تشيبيتن إيش دارا إذن أم بشتنجي هم دارت ما دهر مينين وكيخو قالك يجيب ناكي. الصورة الثانية، لا أرفع صوت الموسيقى. تشيبيتن أم دنجي موسيقي بلنت كين ها دا جيرانت ما قولي بن بلكي جيرانت ما وان ساخة كابيتن ينبستي بيتن نابيتن خوتو نابتن تو قرآن بلنت بخيني وقت ايكي نبستي بيت برخ وقالك تهينوكا دي سيارة هاجون دي دنجي موسيقي بلنت كان تشد بيتن افا افا نابتن. لا ارفع صوت الموسيقى عاليا فالضجة نوع من التلوث حتى اف دنجي موسيقي بلنت تشتك جنجيها تشليت كتن ها نخوشت كتن تلوث اللي تكتن. نأتي الى الصورة السابعة، احاول اصلاح الاشياء.
هكذا تشتكنك ما خرابت الرأس أم دي هافجي نابت أفجي إسرافة أم لازم تشبكن محاولة كيبكن تشبكن وقت تشبكن دي استفادة لك بادي بو هافجين بل حتى تشينا بيتن مثلا برغية كاوي دي استفادة لك جهازة كيدي دابت دي استفادة لك إذا تشتي نابت الرأس هكذا خرابت وبافجي وحاولوا إصلاح الأشياء المعطلة قبل التفكير برميها. الصورة الثامنة، أدعو أهلي إلى الذهاب. دائماً دي بجمة ديكو بابتخو خشكتخو وبرايتخو دا بچين كيف بچين في نزهة سيراً چينة قريانك چينة بياسك سيراً على الأقدام چنتو بريفة بچي بيانة چينة في سياري دا قلق بوتا چيترا وبصحتات وجنجهجي هر ديا باقش بيتن بدل ركوب السيارة وتلويث الجو چيترا أم بيا بخو بچين همي عردا چنت عردا كينيزيك بيت بلا بيا بچين يعني بو مصحة ترى و جنجه جدي هرا باقش بيتن نو كما چن تصويريتين مهش تصويريتين ام فهش تصويرا لازم بخينين باش ومعناوي بزانين وجبار كي لان قلق بو بالامتحانا دهيتن دي تصوير هين دي بشتة اف تصويرا بحثي جدكتن وجو هر ايك شنقو دي تعبيري كتن بلغتا كاچاوا دي زانيتن تعبيري سبكتن وديبو من نبيسي جارة قالي دي بنقو في موضوعي خينم وقو خب دنم المحافظة على البيئة أفصل الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها أطفئ الأنوار عندما لا أحتاج إليها أحذر عند استعمال المنظفات الكيميائية وأقلل منها ما أمكن أستعمل آلة حاسبة تعمل على الطاقة الشمسية أستعمل جهتي الورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورق وقطع الأشجار لا أرفع صوت الموسيقى عاليا فالضجة نوع من التلوث أحاول إصلاح الأشياء المعطلة قبل التفكير برميها أدعو أهلي إلى الذهاب في نزهة سيرا على الأقدام بدل ركوب السيارة وتلويث الجو. لقد أخذنا كلمات جديدة من هذا الموضوع. من هذه الكلمات الجديدة ما هي؟ أفصل الأجهزة الكهربائية، أفصل الأجهزة الكهربائية، التيار الكهربائي، التيار الكهربائي، أطفئ الأنوار، أطفئ الأنوار، أطفئ الأنوار، أحذر، 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 أستعمل. هذه الكلمات من أي نوع من أنواع الكلام؟ هل هي اسم أم فعل؟ لا، أفصل يعني فعل كارا أفصل تشيا كارا كارا أطفئ كارا أحذر كارا أستعمل كارا فعل هذه الكلمات هي أفعال أفعال وأفصل أطفئ أحذر أستعمل أرفع أرفع بلنت كام أحاول أدعو هذه كلمات هي أفعال هل هي ماضية أم حاضر أم مستقبل؟ أستعمل أرفع ما هي هذه الأفعال؟ هل هي ماضي أم حاضر أم مستقبل؟ هي حاضر فعل حاضر فعل حاضر الآن سوف ننتقل إلى الحل التمارين دي طلبت من جان قال من يلا نكدي في السيارة حفدي حلكين قخب دنا من بشتتا اكتب الجملة المناسبة تحت كل رسم يعني هاد تصويرة كده برخو دي چار تصويرين كابحسي چتكتن دي بو من نفسي نوكا تصويرة ايكي برخو داني باش قخب دنا من يلا دي رسح كاني باش يلا برخو داني تصويرة ايكي كابحسي چتكتن يلا قخب داني وايري كهربائية بلاكة يلا سحكاني دي تنفيسين دي تنفيسين دي تنفيسين أفصلوا الأجهزة الكهربائية أفصلوا الأجهزة الكهربائية عن التيار الكهربائي في حال عدم استخدامها أفا تصوير إيكيا دهينا تصوير دوي برخودنا تصوير دوي باش يتشتكت أفا أفكر كي يتشتكتن
يزاهي استعمالت كتن يقاصر استعمالت كت كسح كنية استعمالت كتن أم تشد بي فاتشتا قلك بكار بيني نا والله نابت هكار بكار بيني بو ما خرابة وصحتي خرابة إذا چند بشين لازم أم كيم بكار بيني يلا دتش نفيسين أحذروا عند استعمال المنظفات الكيميائية وأقلل منها أحذروا عند استعمال المنظفات الكيميائية وأقلل منها ما أمكن. يلا دهينا تصوير سي الصورة الثالثة برخدني باش برخدني تصوير سي باش برخدني تشتكتن أفكرك صرخكي تنبيستن يا كاغازي عن دورخة أم لازم تشبكين أم لازم هاد دورخة بنبيسين نابتن أم رخكي بنبيسين ورخي دي بيلين هو صخالي چه نابتن بشتن جي كاغاز بمنامينن دار بمنامينن دارت مجي هميلين كاغازش چشت بيتن كاغازش دارا چشت بيتن تنبيسين استعملوا هكذا هنك باش جبت كان في بابتي دي رأسا زانن اف تصويرة بحسي تشتكتن حتى تبقى هنجي قلق باشا جهتي الورقة للكتابة فأخفف من استهلاك الورق وقطع الأشجار. دهينا تصوير چاره. تصوير چاره أخيرية. برخداني باش. أبي تشتكتن. أبي تشتكت جخب داني. هكا تشتكي مية. بتشيك بيت آنية مازم بيتن. خراب بيت المال. ده بيجن او أفهم نفت خلاص. تفايدة مناكت نا خلتا. ده أم تشكين محاولة كيكين ده تشكين. وقت تشكين ده فايدة كيك. دي بابوها فيجين وجنابت ام تشها بيتن با فيجين هما خراب بيت با فيجين نابتن افتشتا حتى تبذيرة قلنا هاشي يلا دي تشنفيسين نوكا دي تشنفيسين تصوير چاري دي نفيسين احاولوا دي بيجين احاولوا اصلاح الاشياء المعطلة قبل التفكير برميها. يلا باش تجهشتن أبد قالك المهم من دي الامتحان أجيهد أم أبروكام خلاص بون